السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي فيزياء للصف الأول المتوسط، عندي الدرس الثاني نكمل وياكم المنهج الجديد، صفحة 12 ناخذ وصفحة 13 قياس حجم المادة. يقول لك ما الحجم؟ مقدار الحيز الذي تشغله المادة في الكون، هذا تعريف الحجم. ولا يمكن لمادتين أن تشغل الحيز نفسه وفي الوقت نفسه. عندنا وحدات قياس الحجم تقاس حجوم المواد المختلفة بوحدات معينة وحسب حالة تلك المادة، فحجوم المواد الصلبة تقاس بوحدة المتر المكعب والسنتيمتر المكعب، ويمكن قياس حجوم المواد السائلة والغازية بوحدات اللتر L والمليلتر ML. كل واحد سنتيمتر تكعيب يساوي لنا 1 مليلتر، 1000 سنتيمتر تكعيب يساوي لنا 1000 مليلتر، 1 متر تكعيب يساوي 1 لتر. هنا اكو خطأ، هو ضايف هواي صفارة فيصير 1000 لتر، فقط 1000، يعني تحذفون 3 صفارة، كل 1 متر تكعيب يساوي لنا 1000 مليلتر. اجاوب على هذا السؤال، يقول لماذا لا يمكن لمادتين ان تشغل حيز نفسه وفي الوقت نفسه؟ شنو الجواب مالته؟ اقول له لان لكل مادة حجم خاص بها، لان لكل مادة حجم، يعني يقصد الحيز خاص بها، لذلك لا يمكن لمادتين ان تشغل الحيز نفسه وفي الوقت نفسه. شنو الجواب مالته؟ اقول له لان لكل مادة حجم خاص بها. هسه شلون اقيس حجوم الاجسام الصلبه ذات الاشكال المنتظمه؟ يلا يا ماماتي. يلا نعم. هنا عندنا يمكن قياس حجوم الاجسام الصلبه المنتظمه الشكل مثل المكعب ومتوازي المستطيلات والكره والاسطوانه، ويعبر عن وحده قياس حجم اي جسم صلب بالوحدات المكعبه. هنا عندي حجم متوازي المستطيل، الطول بالعرض بالارتفاع. اكو هنا هذا قانون الحجم، يقول لك ما حجم، هذا مهم كلش، ما حجم صندوق طوله 5 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر وارتفاعه 4 سنتيمتر. راح نشرحه بالورقه. اقول له حجم الصندوق يلا نسوي هذا جاف احسن حتى يبين. يقول لك ما حجم صندوق طوله 5 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر وارتفاعه 4 سنتيمتر. يلا حبيبي، يلا يلا ماماتي. هسه نقول حجم الصندوق، حجم الصندوق يساوي لنا الحجم يرمز الى V، الطول يرمز له L، العرض W، الارتفاع H. هذا هيك كتوضيح. يلا هسه نبدي شو نسوي؟ يلا عيني، اقول V يساوي لنا L في W في H، تردون نقاط تردون ضرب عادي. زين، V يساوي لنا اشقد الطول مطينية 5 سنتيمتر، في العرض اشقد 3 سنتيمتر، في الارتفاع اشقد 4 سنتيمتر. في يساوي لنا 5 × 3 = 15 × 4 = 60 سنتيمتر تكعيب. هذا من هو؟ هذا حجم الصندوق. خلاص ان شاء الله نكمل وياكم صفحة 14 وصفحة 15.